السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنستكمل الوحدة الأولى اللي كنا بدأناها المرة اللي فاتت، واتفقنا هتبقى مراجعة تفصيلية سريعة لمنهج الصف الثالث، وبعدين إن شاء الله هنشوف مراجعتنا بشكل الامتحانات عاملة إزاي. النهاردة هنتكلم على المتبقي في كلوب دي سبورتيف، يعني النادي أو القسم الرياضي. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ألعاب رياضية وإزاي أعمل فيها جمل وإزاي أكون بيها جمل عن طريق الأفعال المختلفة، وشرحنا ده بالتفصيل. النهاردة هنتكلم على باقي المقتطفات اللي تخص الألعاب الرياضية. أول جزئية ليزوتي، اللي هي الأدوات. الأدوات المستخدمة في الألعاب، بعض الألعاب تحتاج لأدوات. الكلمات اللي عليا كأدوات كلمة لاكارد، الحبل اللي بستخدمه في لعبة تسلق الجبال. عندي لراكات، راكات اللي هو المضرب اللي استخدمه في التنس او في البينج بونج. كلمة لوفيلي، فيلي يعني الشبكة، بستخدمها في التنس والبينج بونج، وبرضو زي شبكة كرة القدم بتاعت الجون. لابلانش، لوح التزلج اللي بستخدمه عشان اعمل سيوخ، يعني ركوب امواج او ما شابه ذلك. لشوفال، الحصان اللي بستخدمه عشان العب لعبه اكيتاسيون، يعني الفروسيه. طبعا التعبير الفوق احنا عرفناه المره اللي فاتت، معنى نحتاج الى، ونفس اللي استخدمه عشان اعمل جمل بالادوات هو اللي استخدمه لما المره اللي فاتت اتكلمت على الفو واتيليزي وجي بزوان دو، عشان اقدر اقول ازاي اعمل جمل بالحاجات اللي اتفقنا عليها. مثال: بور فير de l'équitation il faut un cheval. Pour faire عشان امارس de l'équitation الفروسية il faut محتاج الى un cheval يعني حصان. مثال اخر: pour jouer، انتوا عارفين بعد pour يجي مصدر، pour faire اي مش مصرفة، pour jouer مش مصرفة. pour jouer لكي العب au tennis il faut une raquette، محتاج لركات يعني مضرب. طيب يبقى كده تعلمت الادوات وازاي اعمل بيها جمل كامله. هنتكلم على انواع الملاعب، الملاعب او الاماكن اللي ممكن العب فيها الالعاب دي. يبقى بناخد كل ما هو مرتبط بالالعاب، خدت الالعاب نفسها، وخدت انواع الكرات المره اللي فاتت، وخدت الادوات اهو، وباخد الملاعب. الملعب عندي كلمة لستاد، استاد يعني مكان مفتوح ألعب كرة قدم أو كرة قدم أمريكية اللي هي ركبي. أما كلمة جيمناز، جيمناز اللي اختصرها جيم يعني صالة ألعاب رياضية، بس صالة مغطى. عندي كلمة لوكور، دي كلمة مهمة جدا، لا مكان مخصص للعبة التنس فقط، كلمة لوكور يعني ملعب تنس. عندي كلمة لابيست، لابيست زي بيست سيكلابل، يعني مكان مخصص حوالين الاستاد كده، مكان لركوب الدراجات او لسباق الدراجات، اسمه لابيست. طب عايز اعمل فراس كومبليت، ممكن استخدم هنا فيرب جوي يلعب، ممكن استخدم فيرب الي يذهب على اعتبار انه مكان، يعني مثلا جو جو او فوتبول سور لو ستاد، هنا هتكلم على المكان طالما ان الاداه موجوده يبقى سيور. يبقى لو استخدم جوي مع الاماكن اكتب سيغ، وممكن تيجي بجزئيه مهمه جدا في الجرامير. جو جو او فوتبول، انا بلعب كره قدم، سيغ لو ستاد على الاستاد، تقال كده سيغ لو ستاد. طيب لو قلت جو في اللي هو فيرب الي على اعتبار انه مكان، جو في او كور اذهب لملعب التنس بور جوي او تنس. جو في او كور رايح الكور ده او ملعب التنس pour jouer au tennis، تنس فقط. يبقى كور يعني ملعب تنس. الجزئية اللي بعد كده مهمة قوي، جزئية les vêtements يعني الملابس، vêtements يعني ملابس، الملابس المستخدمة برضو في الألعاب مش الملابس بصفة عامة. عندي كلمة كيمونو، كيمونو يعني بدلة الكاراتيه أو الجودو، اسمها كيمونو. بعد كده الكلمات الأهم، كلمة مايو دو سبور، مايو دو سبور يعني مايو رياضي. يعني ايه؟ يعني فانيلا وشورت، تيشيرت وشورت، العب بيها معظم الالعاب الرياضيه، كره قدم وكره باسكت واندي بول وكلم اندي او الالعاب دي.
لكن كلمة مايو دوبا، عشان الناس بتخلط ما بين كلمة مايو بيجي على طول في بالنا مايو بتاع البسين، الكلام ده ما ينفعش. انا عندي مايو دو سبور يبقى زي رياضي، اما لو عايز اقول بتاع البسين بصفة خاصة يبقى مايو جنبها كلمة دوبا، يبقى مايو دو سبور زي رياضي، اما مايو دوبا يعني المايو بتاع حمام السباحة. بعد كده عندي كلمة دي باسكت، الناس بتلخبط قوي في كلمة باسكت، باسكت ليه اختصار باسكت بول، مش هيبقى فيها اس لان الكلمة كلعبة رياضية لا تجمع. يعني كلمة باسكت بول اختصارها باسكت، لما تلاقي الاس بأداة جمع يبقى قاصد بيها الحذاء الرياضي. طب ليه الحذاء دايما جمع والشراب دايما جمع؟ لان مكونة من جزئين اتجاهين. يبقى اذا كلمة دي باسكت مقصود بيها حذاء رياضي. طب ديسكي اكيد مش سكي اللي التزحلق على الجليد، لا ديسكي اللي هي ادوات التزلج اللي استخدمها عشان العب لعبه سكي. طب تعالى ناخد فراس كومبليت جمله كامله. هحتاج في الملابس فعلين، فيرب بارتي يرتدي مجموعه اولى معروف، وفيرب ماتر الصغير اللي انا كاتبه ده عشان خدناه كتير قوي، بس ماتر غير منتظم افكركم بيه. جيمي تو مي فيها اس، ايه وقال من غير اس. نومي تون فو ميتي للمات، تصريفه زي الافعال البسيطه خالص رغم انه فعل شاذ. طب تعالى ناخد مثال بور جوي وفوتبول، عشان العب كره قدم جو بورت ارتدي امايو سبورتيف يعني زي رياضي، فده لو شورت. بور جوي وفوتبول جو بورت امايو سبورتيف. بعدها انواع الالعاب، مهم جدا عشان تقدر تكتب موضوع كامل زي ما ناخد ان شاء الله الحلقه اللي جايه، ازاي اكتب موضوع بقى كامل في الامتحان، الباراجراف اللي بيخوف الناس ده، ونلاقيه بصوره بسيطه خالص. عندي اربع موضوعات اساسيه على اربع وحدات، هنتكلم ان شاء الله الموضوع الاهم المره الجايه، ازاي اكتب عن الرياضه بس تبقى كتابه تفصيليه. لما هتذكر فيها بقى هتذكر اللعبه اللي بتحبها وبتلعبها فين، والاداه المستخدمه لعبها مع مين وامتى، والملابس المستخدمه الاداه المستخدمه وهكذا، عشان كده بناخد مقتطفات كامله. هتذكر كمان نوعها، انواع الالعاب دي نوعين، اما انديفيديال يعني فرديه يعني لعبه مكونه من شخص بيلعب شخص زي تنس واحد قصاد واحد بيلعب زي بينج بونج، اما كولكتيف او يقال عليها سبور ديكيب، ايكيب يعني مكونه من فريق، يعني الفريق الواحد في اكتر من شخص زي فوتبول زي انبال زي العاب كتيره مكونه من فريق مش شخص الواحد. الفرديه اسمها انديفيديال، الجماعيه اسمها كولكتيف او رياضه الفريق. في تصنيف اخر مهم جدا جدا جدا، عندي كلاسيك يعني تقليديه يعني بسيطه يعني عاديه مفيش خطوره، اما الخطر اسمها اكستريم، اكستريم يعني عنيفه يعني خطره ممكن تؤدي لا قدر الله للموت، زي دلتا بلان اللي هي المراكب الشراعيه، واحد نازل اسف من طائره شراعيه يعني نازل زي باراشوتيزم كده زي باراشوت ونازل ممكن يحصل لا قدر الله اي شيء، او اسكالاد تسلق الجبال دي خطره جدا وهكذا. اما العاديه زي باسكت بول زي مثلا فوتبول رياضات عاديه خالص قلما يحدث فيها اي اصابه. بعد كده بيرسوناج يعني الشخصيات الرياضيه او من هم الاشخاص المرتبطين بالمجال الرياضي. اولا لو جوار هو الاهم، اللاعب، جوار يعني لاعب. الافعال المرتبطه بيه عشان اعمل جمله جوي يلعب، ماركي يسجل هدف، او سونتريني خلي بالك من الاس ابوستروف او سو يعني فعل ضمير مش يدرب لا يتدرب، سونتريني يتدرب. مثال ما بين الفيرب والاسم، اقول لو جوار مارك دو بو، لو جوار اللاعب مارك احرز دو بو يعني هدفين، لو جوار سونترين دو فوا، لو جوار سونترين دو فوا اللاعب يتدرب مرتين مكون بار جور يوميا بار سمين اسبوعيا وهكذا. الشخصية الثانية المهمة قوي لانترينور، لانترينور المدرب، الفيرب اللي يخصها بقى انتريني، انتريني يعني يدرب. طب الفرق ما بين انتريني وسونتريني،
ده يدرب ده يتدرب. جوار سونترين يتدرب يعني يدرب نفسه. اما الشخص هنا لونترينور المدرب بيدرب اشخاص اخرون. ده يشير الى ايه؟ ان الفعل العادي محتاج تكمله، الفعل بتاعه غير المفعول. اما الفعل ذو ضميرين اللي فيه سو فاعله هو نفسه مفعول. يعني لما اقول له جوار سونترين يبقى اللاعب يتدرب، بيدرب نفسه بنفسه. لكن يدرب العاديه الفعل العادي من غير سو محتاج تكمله. فقول لونترينور انترين لي جوار، المدرب يدرب اللاعبون، ده فاعل وده مفعول، والفيرب العادي انترين، المدرب يدرب اللاعبون. بعدها لاربيتر، لاربيتر يعني الحكم، الحكم بيحكم مباراه. فانا عندي حكم دي اسمها جوجي يحكم، ديريجي يدير ويقود، كونترولي يتحكم ويحكم. نشوف اكزامبل، لاربيتر جوج لو ماتش، لاربيتر جوج لو ماتش، الحكم يحكم المباراه. الشخصيه اللي بعد كده لو سوبورتي، سوبورتي يعني المشجع، قصاده ان كو راجي. بعمل كده ليه؟ بقسمها عشان طويله زي بعض الناس بتسالني صعب على النطق، فبقول لك قسم الكلمه انكوراجي، انكوراجي يعني يشجع، او ابلودير مجموعه اولى وده مجموعه ثانيه، ابلودير يعني يسقف. اكزامبل لي سوبورتي انكوراج لي جوار، المشجع يشجع اللاعب. كان ممكن اجمع دي تبقى المشجعون، بتيجي في امتحان كتير لي سوبورتي اجمع احط اس هنا واس هنا. اللي يحصل ايه في الفيرب بالظبط؟ هنا تساوي ايه وقال المشجع يبقى هو، لكن لما اقول المشجعون تبقى هم، فساعتها كنت بدل او احط او ان تي، يبقى لي سوبورتي انكوراج لي جوار، المشجعون يشجعون اللاعبون. كده انتهت حلقتنا الثانيه. حابب اني قبل ما نروح للحلقه الثالثه ونشوف المتبقي في الوحده ايه، انك تسترجع النقاط اللي هقول لك عليها دي، اللي هتساعدني ان شاء الله المره الجايه باذن الله انك تكون جاهز انك تكتب سوجي كومبلي، موضوع كامل معايا عن الرياضه. لازم حضرتك هتحفظ لي الالعاب الرياضيه بالافعال اللي تخصها، اللعبه بادتها، بكل الافعال خاصه جوي او فير دو بحرف الجر، الفعل الشاذ منهم تحفظ تصريفه وتبدا تعمل جمله زي ما انا بعمل. بعدها تبدا تاخد المقتطفات دي بالترتيب، الاماكن اللي ممكن تلعب فيها الالعاب دي ازاي تعمل بيها جمله. بعدها الملابس الرياضيه اللي ممكن تلعب بيها الالعاب دي. بعدها الادوات الرياضيه اللي ممكن استخدمها وانا بلعب الالعاب دي. بعديها انواع الكرات اللي هتساعدني عشان العب الالعاب دي. وبعدها لتيب دي سبور، الانواع، هل اللعبه دي اللي انت بتتكلم عنها فرديه ولا جماعيه؟ طب اللعبه دي اكستريم عنيفه خطره ولا كلاسيك عاديه بسيطه؟ جهز الحاجات دي وان شاء الله باذن الله انا هجهز لك الحلقه الثالثه اللي هنشرح فيها المتبقي من الوحده، وكومون جو بفير ان سوجي كومبلي اون فرونسي، ازاي اقدر اعمل موضوع كامل باللغه الفرنسيه عشان اضمن ان شاء الله الدرجه النهائيه، مع الاستفهام، لان الاستفهام هيبقى مهم جدا. حضرتك فهمت المقتطفات دي وحفظتها فده شيء جميل جدا، حفظت العاب واماكن وملابس وادوات و كل ما يخص الوحده. لما عملنا جمل عملنا جمل خبريه، المره الجايه ان شاء الله هنعمل لافخاز ديكلاراتيف، بعدها لافخاز انتروجاتيف، الجمله الاستفهاميه اسئله، عشان سؤال الايميل تكون جاهز انك تقدر ترد على الأسئلة، وعشان لو طلب منك في الموضوع إنك تعمل أسئلة تبقى جاهز بإذن الله، ونضمن إن شاء الله بفضل الله الدرجة النهائية. قناتك اوعى تنسى اشتراكها، واوعى تنسى تبلغ أصحابك لو عايز تفيدهم، وإن شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.